أهلا بحضراتكم مرة تانية. الرئيس التركي أردوغان يصر على التدخل في شؤون الدول الإقليمية ومنها الشأن المصري، بيطلق تصريحات من وقت للآخر في ظاهرة الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة، أما مضمونها الحقيقي حقد وضغينة تجاه مصر. تعددت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي ضد مصر عبر احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ولعناصرها في تركيا. في إرهابيين مطلوبين قضائيا في مصر موجودين في تركيا تأويهم، وتوفير أيضا الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية. نتابع هذا التقرير ونبدأ حوارنا عن التدخل التركي في الشأن المصري. خسائر كبيرة يتكبدها الاقتصاد في تركيا بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية، والتي أدت إلى هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، إضافة إلى العجز الكبير في الموازنة التركية. السياسات القمعية لأردوغان ضد أبناء شعبه وحملة الاعتقالات التي ينتهجها ضد معارضيه فضلا عن تدخله في شؤون الدول الأخرى أدت إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية. بيانات اقتصادية تركية كشفت عن زيادة معدل التضخم إلى 16.65% في يوليو الماضي، إضافة إلى شح في السيولة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين لتصبح تركيا بيئة طاردة للاستثمار. وعلى وقع هذه الأزمة تتزايد يوما بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا التي تعلن إفلاسها يوميا، فقد ارتفع عدد الشركات التركية المغلقة في شهر يوليو الماضي بنسبة 56.7% مقارنة بشهر يونيو من نفس العام، وذلك بحسب بيان صادر عن اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية. ومع كل هذه الخسائر لا يزال أردوغان يواصل سياساته القمعية وتدخله في شؤون الدول الأخرى لتحصد بلاده مزيدا من الخسائر الاقتصادية والسياسية. هشام الرباط، هنا العاصمة. على المستوى الاقتصادي أيضا المشاكل كثيرة داخل المجتمع التركي بعد تراجع الليرة التركية، بعد خسائر لحقت بأكبر الشركات بعد إقالته لمحافظ البنك المركزي، وهي طبعا كانت واحدة من الصدمات لتركيا ولكل المؤسسات العالمية الاقتصادية الهامة، لأنه ده كان شيء أصلا يعني غير صحيح وغير قانوني، لأنه تدخل في شأن سياسي مالي لتركيا من المفترض انه في قوانين بتحكمه بعيدا عن الرئيس التركي أردوغان اللي اخذ هذا القرار، اللي ايضا سبب الكثير من المشكلات منها التضخم ارتفاع البطالة الى اخره. اما طبعا السياسة الخارجية العدوانية التركية هنشوف انعكاساتها على الدول والعلاقات التي تربط تركيا بهذه الدول، الى اين أصبحت وإلى أين هوت بها وإلى أين أيضا أخذتها لمنطقة صعبة في المواجهة مع العالم، لأنها بالتأكيد كان فيها الكثير من الخلل. معي ضيوفي برحب بيهم، أستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بحضرتك، والأستاذ محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي، أهلا بحضرتك. هبدأ معك أستاذة نوران وقراءة كده سريعة يعني من خلال التقرير ومن خلال المقدمة، طبعا هي مجرد نبذات على الأوضاع في تركيا داخليا وعلاقتها اللي أصبحت الآن متراجعة وبقوة بسبب تدخل تركيا في شؤون الدول، علاقتها مع هذه الدول منها طبعا مصر. ممكن تقولي لي يعني دعم أردوغان للإرهاب وأسباب إيواءه لعناصر إرهابية وأسباب إصراره على وجود أيضا المنابر الإعلامية لهذه العناصر الإرهابية في تركيا، لماذا كل هذه الفترة يعني على ماذا يعول؟ يمكن الأساس عنده من وجهة نظره تحقيق هدف بعينه. عامة تحقيق الأهداف أو المصلحة القومية لكل دولة هو هدف مشروع، بس الفكرة في أمرين، هي فكرة كيفية تحقيق الهدف ده، والأمر الآخر هو الهدف ده مرتبط بين
فعلا هدف للدولة، الاعتبارات أمن قومي تبع الدولة ولا تبع فصيل حزبي بعينه أو توجه أيديولوجي. لو هنطبق على الحالة الأردوغانية أو الحالة النظام التركي الحالي، هنلاقي أن الأهداف التركية بتتمحور حوالين الأيديولوجية، الحلم العثماني، الخلافة الإسلامية، عودة الخلافة الإسلامية. فبالتالي هو هنا من دعمه دعم التركي للإرهاب أو للعناصر الجهادية المتطرفة، هي نبعة من يعني وسيلة لتحقيق حلمه وتحقيق النفوذ الإقليمي الواسع في نطاق الخلافة القديمة، أو بالتالي استعادة الميراث التركي القديم. فبالتالي هنا بيبرز الدور التركي الواضح بالنسبة لنا في تدخلها في دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، دعم داعش في سوريا أو العلاقات بين تركيا وداعش في سوريا والإبقاء على جبهة النصرة في سوريا أو بالتحديد في محافظة إدلب، طبعا دعم الجماعات الإخوان المسلمين المحظورة في مصر وإيواءها للقيادات في أراضيها. كل هذه العناصر أو كل هذه الأمور بالإضافة طبعا لما تم الكشف عنه مؤخرا لدعمها لحركة الشباب الصومالي، فكل هذه الأمور بتدور حوالين الرغبة التركية في تحقيق نفوذ وتحقيق هيمنة ومكاسب استراتيجية ليها وتصدير صورة الراعي الإسلام في المنطقة. طيب أستاذ محمد، يعني الحقد الواضح وإصرار أردوغان على التدخل في الشأن المصري، بث العنف، الفوضى، أسبابه إيه؟ هل غاز المتوسط؟ هل 30 يونيو اللي كانت صفعة على كل من كان يطمع في أي شيء في مصر؟ طبعاً أنا بحضرتك بسلام شاهين وبأستاذة نوران. بالنسبة للموقف التركي حالياً من مصر، هو الرغبة في تطويع مصر، تطويع القرار المصري. يعني إذا استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية تركيا مثلاً أو زار وزير خارجية مصر تركيا الآن، سينتهي كل شيء وتناقشها في ملف الغاز، لأن الموضوع أصبح واضح. هو تركيا تريد استخدام مصر في مواجهة اليونان وقبرص والاتحاد الاوروبي بشكل عام في ملف غاز المتوسط، بدعوى انها لديها طريقه او لديها فكره في ترسيم حدود بشكل مختلف، فستكون مساحه مصر اكبر في يعني حوض المتوسط الخاص بالغاز. فهو وسينتهي بقى ورقه الاخوان المسلمين ومرسي وكل هذا الكلام، كل ده نوع من التجاره السياسيه، نوع. وهذا ما قاله ياسين اكتر المستشار اردوغان، ان الاخوان المسلمين هو ورقه سياسيه لتركيا، ورقه تستخدمها في العالم العربي، في كل جماعات الدينيه في العالم العربي المنتمي للاسلام السياسي، هي ورقه في يد تركيا لخلق شعبيه لها في المنطقه العربيه. وعلى امل ان في يوم ما، في لحظه ما، ستصل هذه الجماعات او وصلت بالفعل الى الحكم، فستخدم على مصالح تركيا الكبرى والعظمى لكي تجعل تركيا كبيره وعظيمه مستقبلا، لان تركيا الان تخطط مستقبلا غير في العام المائة تكون وصلت لمراحل عليا في الاقتصادات العالميه، في مع كل ذكرى في التاريخ العثماني هم مرتبين او لافكار معينه ان تركيا تستعيد مجدها العثماني بشكل كبير. اما 30 يونيو هي كانت بمثابه عرقله للتمدد التركي في المنطقه، التمدد التركي ده من خلال كما ذكرت حضرتك ورقه الاخوان المسلمين. تركيا لا تدعم الاخوان المسلمين لان اردوغان ينتمي للاخوان المسلمين، لا، لأنها هي مصلحة سياسية بحت في تعظيم مكاسب تركيا في الإقليم على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى الغاز. تركيا نصف موازنتها تذهب على استيراد الغاز والنفط من الخارج ومن إيران تحديدا، وعندما اشتدت العقوبات على إيران وجدت تركيا نفسها حائرة ولا تجد من يعني يسد هذا الأمر، فلجأت إلى ليبيا من خلال دعم حكومة السراج يعني المتنازعة على شرعيتها في مقابل دبابات وأسلحة ومدرعات تركية، في مقابل أن تعطيها جزء من النفط مستقبلا أو في الوقت الحالي. فكل هذه الأمور ستستمر والدور التركي سيستمر، ليس هدفه في خاصة في مصر هدفه الغاز فقط، لا أكثر ولا أقل. في المقام الأول، في المقام الأول لا هدفه الإفراج عن المعتقلين ومرسي وكل هذا الكلام، هو مصالح زي ما اللي قالوا في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. ركزت على موضوع المصلحة، مصلحة تركيا في الغاز فقط، ليس في الإخوان المسلمين ولو إيصالهم للحكم أو ما إلى ذلك. أما الموقف الأردوغاني على منصة الأمم المتحدة، هذا متوقع منه، وأنا قلت كده على السوشيال ميديا أو على تويتر أنه سيذكر خاشقجي وسيذكر مرسي،
قبل أن يبدأ الكلمة. ليه؟ لأن هو سيعتمد على فكرة المظلومية ونصرة المظلوم والتصريحات النارية وهذه قضياتنا ستستمر ونحرق القاهرة والرياض من على منصة الأمم المتحدة. فإيه تانين يعني مصر بقى والرياض نو أنسر؟ لا، ردينا وردينا بقوة. وكمان هو عمل لقاء مع فوكس نيوز الأمريكية والمذيع سأله بصراحة، قال له أنت بتقعد تتكلم عن خاشقجي واللي حصل له، وأنت أكبر بلدك أكبر سجن للصحفيين، وأنت معتقل أكثر من 100 ألف واحد بس بعد الانقلاب الفاشل، وعمال تقول الحق والنصرة والعدالة وكل هذا الكلام، وما حدث في ميدان تقسيم مسخرة. وأنت وعلى فكرة الرئيس السيسي صورته لما كان وزير الدفاع رفعت بعد 30 يونيو في ميدان التقسيم، وهذا استفزه جدا جدا، وهذه صورة شهيرة الجميع يعلمها، لأن هو لديه حساسية من الجنرالات، يعني انتقم منهم ويعني يعني حد من نفوذهم كثيرا في الأعوام ما بين عام 2010 حتى عام 2014. طيب أستاذة نوران، يعني هل هو خسر شعبه فبيتجه بقى للخارج؟ يعني هو كان عنده مشاكل كتيرة بسبب الاقتصاد المتهاوي في تركيا، وفي نفس الوقت الانتخابات اللي طالب بضرورة انها تتعاد، ولما تعادت خسر حزبه وبأريحية شديدة قدام الحزب الآخر المعارض. طيب هل دي يعني محاولات لفت الانتباه عما يحدث في الداخل التركي عنده؟ جايز تكون محاولة افتعال زي ما بيقولوا، افتعال أزمة خارجية لاحتواء الأزمة الداخلية. أردوغان إلى حد كبير شعبيته وشعبية حزبه بدأت تتراجع. أيوه. مش بس بالنسبة للمواطنين، لا بكمان احنا بنتكلم على رفقاء درب أردوغان. يعني احنا بنتكلم على انشقاقات بداخل العدالة والتنمية. كان أبرزها طبعا استقالة أحمد داود أغلو، ده آخر استقالة تمت، كان قبلها استقالة علي باباجان. علي باباجان كان من ضمن المؤسسي طبعا العدالة والتنمية اللي جانب أحمد داود أغلو، وده كان خبر غريب يعني أنه خلاص يعني بيعلن أنه مش قادر يستمر معاه في سياساته دي. وكمان أحمد داود أغلو بدأ كمان يتجه مؤخرا إلى الحديث عن الماضي، عن الخلافات مع أردوغان. كان أثير عدة خلافات لأحمد داود أغلو مع أردوغان، مثلا في وقت توليه لرئاسة الوزراء في 2015، كان في هذا العام تم انتخابات برلمانية، وقتها أثير أن كان في خلافات حوالين أردوغان وأحمد داود أغلو حول نتيجة تلك الانتخابات. المفروض أن النتيجة كانت ظهرت بخسارة حزب العدالة والتنمية أو عدم تحقيقه للأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة. كان وقتها أحمد داود أغلو بيرى أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية، على العكس كان أردوغان يريد انتخابات مبكرة، وفي الغالب تم التعويل على رأي أردوغان. مؤخرا أحمد داود أغلو أعلن عن أن هيتم فتح دفاتر الإرهاب. ووقتها الكلام ده كان في أغسطس 2019، من كام يوم، وأن وقتها مش هيبقى الكثيرين غير قادرين على النظر في وجوه الناس. تاني يوم، يوم 25 أغسطس تحديدا، طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في نتائج الأحداث الإرهابية اللي وقعت في الفترة من يونيو لنوفمبر 2015. الفترة دي كانت هي فترة الخلاف بين داود أغلو وأردوغان حوالين الحكومة. وقتها كان الأكراد اتعرضوا لعدد من الهجمات الإرهابية. على ذكر الأكراد، أنا هتوقف عند الأكراد. الأكراد أردوغان استهدفهم بقمع وقتل وإبادة، ده بيدخل في إطار تحدي مواثيق وقوانين دولية، ده بيدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية اللي بتستوجب محاسبة التي لا تسقط بالتقادم. فين المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي بالنسبة لقضية الأكراد هي قضية شعب، شعب تركيا أو الشعب أو يعني العرق الكردي داخل تركيا. فأنا ما أقول قضية الأكراد، أنا لا أضايق أردوغان كأردوغان، لكن أنا أضايق قضية الأتراك بشكل عام كشعب، اللي أنا عنديش مشكلة مع الشعب، أو لما أتكلم على إبادة الأرمن برضو مشكلة شعب مش مشكلة حكومة. لكن اتكلم بقى على سياسات الحكومة الحالية،
اللي بيديرها أردوغان في مواجهة الأكراد، كل هدفها تقريب التيار القومي منه أكثر فأكثر. كلما وجدت يعني في عملية اسمها مخلب قط موجودة في شمال العراق، في درع الفرات، في غصن الزيتون أو غصن الزيتون ودرع الفرات في شمال سوريا، كل دي عمليات عفرين. عمليات هدفها في الأساس تقريب التيار القومي ليه أكثر فأكثر، أو بتستبق مجازر حصلت مجازر. عفرين دي يعني على ذكر عفرين وتتريك. لا الغريب والتتريك الغريب أنه منظمات حقوق الإنسان مش موجودة، موجودة بس مع مصر لا كان في تقارير حقوقية بتطلع الوزارة الخارجية طبعا ردت عليها بأنها معلومات مغلوطة ومرفوض تماما هذا التدخل السافر في الشأن المصري. لكن كان في تقارير حقوقية طلعت عن اللي حصل في عفرين، وان هو نوع من الاحتلال وإبادة شعب عفرين سواء عربي او كردي من اكراد سوريا، وان حصل عملية تتريك كبيرة واستخدمت، ولم يحارب الجيش التركي بكونه كجيش تركي، لكن كان بيساند، كان دوره مساند ومحرض للقوى الرديفة او قوى الجيش الحر اللي هو مكون من تنظيم الاخوان المسلمين في سوريا، واللي هو اصلا انحصر دوره ونفوذه واصبحت سوريا يعني كانت في فترة من الفترات مرتع القاعدة والنصرة وداعش وكل ذلك، كلها عمل عمليات سلب ونهب وقتل على الهوية، وحصل نوع من التتريك ورفع العلم التركي وليس العلم السوري، سواء علم ما يسمى بثورة سوريا أو بالعلم السوري الوطني، وأصبحت هذه المنطقة بالكامل تحت النفوذ التركي وبها دوريات تركية، وتم فيها زرع بعض المحاصيل تذهب لتركيا مجانا، واصبحت وهو ده مطلوب احنا، المطلوب احنا كعالم عربي نعمل ايه لتركيا، ان احنا نكون ظهير ليها وحديقه خلفيه ليها تتلاعب بنا كما تريد، عندما يصل كل جماعات الاسلام السياسي التي لا تعترف بالوطن وليس لديها اي نوع من القوميه ان هي تخدم على مصالح تركيا، ان تركيا تبقى عظيمه. طب انا كشعب ودي فكره بقى مصلحتي، انا لازم ادافع عن مصالح بلدي وعن توجهات بلدي بمنتهى القوه، واقف مع حكومه بلدي اللي بتدافع عن مصالح بلدي بمنتهى القوه. لكن انا ما يعني تخيلي حضرتك لو كان كل هذا او تحت هذه المنطقه كلها جماعات اسلام سياسي او كلها جماعات اخوان مسلمين، يبقى كلها حكومات عميله لاردوغان. ايوه، وهذا كان مطلوب ان تبقى المنطقه من سوريا الى المغرب كلها موجود فيها جماعات الاسلام السياسي التي تتفاخر بان تركيا تديرها وداعم ليها وتحركها. حتى لما اردوغان كان جه اعطى بعض النصائح للاخوان المسلمين اقيموا دستور على الاسس العلمانيه، هاجموه ان هم معتقدين ان مصر هي التي ستدير المنطقه من خلال يعني تنظيم الاخوان المسلمين وليس تركيا تملي عليهم. طيب اخيرا استاذه نوران، يعني محتاجه تعليق على الجرائم اللي ارتكبها اردوغان بحق شعبه، بحق الشعب التركي ام بحق الشعب السوري ام بحق الشعب الليبي. يعني الفكره ان جرائم اردوغان متعددة ومتشعبة ومتفرعة، يعني احنا بنتكلم مثلا لو هنتكلم على تركيا فاحنا بنتكلم على اكتر من 260 الف معتقل سياسي جوه السجون الليبية، لدرجة ان في تخطيط لبناء 193 سجن جديد في تركيا. بنتكلم على 100 الف تركي معتقل مدانين بجرائم جنائية وفقا لأحكام قانون الطوارئ. بنتكلم على وجود 743 طفل بجانب امهاتهم في السجون التركيه. ايوه، ودي ازمه كبيره جدا. وده بالخلاف مع يعني ده بالمخالفه مع القانون التركي اللي بينص على ان تتم محاكمه الامهات دون حبسهن في السجون. وكلهم من حركه الخدمه على فكره، وكلهم محجبات مسلمات تقيات، اللي هو كل بقى اللي بيتوافق مع تصنيف الاخوان المسلمين للناس، انت محجب ولا مش محجب، انت مسلم ولا مش محجب. يعني كان متوقع بعد خساره اسطنبول في الانتخابات البلديه، يعني هل كان السؤال مطروح هل يخسر اردوغان تركيا مع كل اللي بيحصل ده كمان اردوغان باقي، مع انه كان متوقع ان في ملفات كثيره هيواجهها واسئله واستفسارات يعني من الشارع التركي؟ هو كل ده متوقف على مدى قدره المعارضه على كسب المواطنين ليها ومدى سماح اردوغان لحركه المعارضه بداخل الاراضي يعني داخل الارض التركيه. أنا بشكر حضرتك على القراءة في الشأن التركي، وبشكرك أيضا أستاذ محمد، أستاذ محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية ومتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا. وأستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا يا فندم. بعد الفاصل مدارس دلتا النيل، خليكم معنا.